بالإجابة سارع، كن مختلفا وبارع، واخذ من صاحبك الآن الفرصة. كن منتبها وسامع، لعبا وعلما نافع، اضغط على الزر بسرعة. أحبائي مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم أسرع جواب. أسرع جواب يعني السرعة والجواب، إذا لازم تعرف الجواب وتسرع وتكون أنت الأول، يعني أسرع جواب اللي يجاوب الأسرع هو اللي يفوز معنا هنا. إذا عرضناها حصة تنافسية، حصة تربوية، في كل مرة نتعلموا حاجة معكم، وانتم تاني إن شاء الله تكونوا تعلمتم معنا حوايج بزاف بزاف، وعلى الراغبين في المشاركة في هذه الحصة الجميلة ما عليهم إلا يتوجهوا الموقع على الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا، ولا يتوجهوا لصفحة الفيسبوك ولا حساب الانستغرام عمويزيد تيفي. إذا مرحبا بكم وإن شاء الله تشاركوا معنا في أقرب وقت. ضياء الدين ولدي وش رأيك؟ لاباس. من جيتنا ضياء الدين؟ من دودمال. من دودمال البحرية. الله يبارك الله يبارك. شو عجبك معدل ولدي؟ 9.61. الله يبارك، جميل جميل. والديك قالوا لك مليح ولا قالوا زيد شوية؟ مليح زيد. زعما دام يوم 10 هما؟ جبت خطر 10. جبت خطر 10 فرحوا. إيه. بصح كي تجيب عبرك كي تجيب 10 ما تجيب 9.81 ما يقبلوش. ولك علاش المرة اللي فاتت جبت 10؟ وهذه المرة هبط. ما بجيبهم 9.99 ما يحبوش. حرزني الاخر. يحبوا دائما النقاط. ما يحبوش كي نهبط. ما يحبوش بيسر. والديك يحبوا لك دائما الخير، ويحبوا لكم دائما دائما تنجحوا وتكونوا انتم من الاوائل دائما دائما. اذا محمد ريان ولدي واش راك؟ لاباس. من جيتنا؟ من فوكا الجميله. فوكا فيلي يا اخي. المدينه ماشي البحريه. فوكا المدينه الجميله. انت من دوده البحريه وانت من فوكا المدينه هكا. الله يبارك. وانتم وين تلاقيتوا؟ في اي مدرسه تلاقيتوا؟ مدرسه تحقيق هدفك اللي احنا نعرفوا السيده علجيه جلالي هكذا. سيده رائعه، سيده دائما هي من القائمين معنا على القناه، على قناه عمويزيد تي في. وسيده تحب الاطفال وتحبهم ينجحوا. شفتوها واش تحب دير؟ تحب دير المسرح، تحب دير اللغات، تحب دير عده اشياء، دير مسابقات وكامل، لانها تحب العمل تاعها والسيده مخلصه في العمل تاعها. احنا نحيوها دائما. والسيده علجيه من القائمين على قناه عمويزيد تي في. نبداو المسابقه. يلا المسابقه فيها اربع فقرات، فقره ثقافه عامه، فقره تربيه اسلاميه، فقره تاريخ جغرافيا وعلوم، وفقرة جزائرنا. في كل فقرة كاين أربع أسئلة. عمو يزيد يطرح سؤال، تستناو حتى يخلص السؤال وتروحوا بسرعة تضغطوا على الزر. تضغطوا على الزر، الأسرع اللي يضغط على الزر هو اللي عنده الحق في الجواب. والأخر إلا ما عرفش كيش الأخر يجاوب. بالضبط، الأخر ينتظر. إلا ما توفقش واحد في الجواب ينتظر، عمو يزيد راح ينقل حق الجواب للزميل الآخر، هو اللي يجاوب في ولكن لازم تنتظر حتى صديقك يجاوب يا أخي. جميل. ثقافة عامة. اضغط على الزر بسرعة. ماذا نفعل لتحويل عددا طبيعيا إلى كسر؟ عدد طبيعي باش نرجعوه كسر. ندير الفاصلة. عدد طبيعي مثلا خمسة، عندنا خمسة باش نرجعوه عدد كسري، نسحقوه باش نديرو به عملية جمع وطرح الكسور. كيفاش نديرو باش نرجعوه كسري؟ هو عدد طبيعي خمسة مثلا، كيفاش نرجعوه كسري؟ نديرو خمسة على عشرة. ماشي على عشرة، على واحد. على واحد. خمسة على واحد. اي قريتوها ما لازمش تنسى واش تقرا، فهم؟ شفت والديك عشان ما لازمش تهبط، وانا نقول لك ما لازمش تنسى واش تقرا. جميل جميل جميل. تعرفها هذه وليدي؟ لما يكون عدد طبيعي ونحتاجوه باش نديروه في عمليه مع الكسور، يعني مع العدد الكسريه باش نرجعوه كسري، نديروه على واحد، يعني تولي خمسه على واحد. برافو برافو. اذا نقطه لضياء الدين. برافو. اذكر ثلاث سلاسل جبلية في الجزائر. محمد. جبال الأوراس. الأوراس. وجبال الجرجرة. الجرجرة مثلا، جبال الجرجرة موجودة هنا في منطقة القبائل كذلك. وكان جبال الونشريس اللي تسمعوا بها تاني، كان جبال البابور، كان يعني كان عدة سلاسل جبلية.
لازم نعرفوها، لازم نعرفوها. كاين مدينة تسمى بمدينة الألف قبة وقبة، ما هي هذه المدينة؟ كي تروح لها تجيب القبر بزاف هكذا، وسموها مدينة الألف قبة وقبة، معروفة. يلا هي في الصحراء، ماشي بعيدة بزاف، ماشي بعيدة بزاف. مدينة الألف قبة وقبة، يلا. تمرست؟ لا لا، ماشي تمرست، شوية أعلى، شوية الفوق. أدرا؟ لا لا، شوية أعلى. تندو؟ لا لا، منها تندو في الغرب، هي في الشرق. مدينة؟ الوادي. مدينة الواد، مدينة الواد، نقولها واد شوف. هي مدينة الواد، مدينة الواد هي مدينة الألف قبة وقبة، يعني كي تدخل هذيك المدينة تصيب قبب عديدة هكذا، كل المباني تصيبها قبب، هم يديروا قبة هكذا في وسط الدار هكذا، يقول لك باش تطلع السخانة. وحقيقة لما تدخل عند البيوت تاعهم تصيبها باردة، تصيبها باردة، يعني شيء جميل جميل ومن أروع ما يكون، شيء رائع رائع. مدينة واد سوف رائعة رائعة رائعة، وتحياتنا لكل الناس مدينة وولاية واد سوف. جميل 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 جميل. كم من مرة تحصلت الجزائر على كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم؟ لا لا، كم من مرة تحصلت الجزائر؟ مرتين. برافو برافو، مرتين مرتين. إذا نقطة لضياء كذلك، مرتين، كانت مرة في سنة 1990 ومرة في سنة 2019. شوفوا عليهم، يعني إنجاز كبير 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 بالنسبة للرياضة الجزائرية، بالنسبة لكرة القدم الجزائرية. وإحنا الجزائريين كم نحبوا كرة القدم، لأنه لما نشوف الفريق يلعب هذيك المباراة هذيك، يلعب بالأعلام بلون العلم الوطني، ألوان العلم، يعني كاع الجزائريين يحسوا كأن الجزائر هي اللي تلعب، يعني شيء من أروع ما يكون. ربي يوفقهم في النتائج الجاية وفي التصفيات اللي راهي جاية، وكامل بالتوفيق بالتوفيق لفريقنا الوطني إن شاء الله. دركا نروحوا لفقرة التربية الإسلامية، تحبوا هذه الفقرة؟ نعم. يلا اضغط على الزر بسرعة. ما هي أعظم سورة في القرآن الكريم؟ سورة الفاتحة. سورة الفاتحة، برافو ضياء. إذا أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، برافو. كاين سورة تقع في نصف القرآن الكريم، ما هي؟ سورة الكهف. سورة الكهف، برافو برافو. إذا سورة الكهف هي نصف القرآن الكريم. سورة الكهف معروفة، قناة عمو يزيد تي في تمررها كل يوم جمعة، سورة رائعة رائعة رائعة، وعندها معاني كبيرة وكامل، وحنا الجزائريين نحبوها بزاف. ونهار اللي قناة عمو يزيد تي في واحد اليوم تأخرت في بث القناة السورة بالجمعة، كل الناس راسلونا على صفحة الفيسبوك وكامل، علاش ما درتوش اليوم سورة الكهف، علاش ما درتوش، حنا كنا راح نديروها ولكن تأخرت شوية. باش تشوف بلي الجزائريين تابعوا قناة عمو يزيد تي في ويحبوا البرامج، ويحبوا حتى يعني احنا كل برنامج عنده مغزى، كل برنامج عنده المنطق تاعه. يعني لما نبثوا سورة الكهف يوم الجمعة مهمة، لأنه على بالنا بلي هذاك وقتها والجزائريين يحبوها، وحنا تاني هي لكل حال حنا باش نكتسبوا أجر تاني كيما نتوما لما تقراوا القرآن وكامل. ربي يوفقنا كامل إن شاء الله. كاين سورة يطلق عليها، هبطوا يديكم هبطوا يديكم هبطوا يديكم، يطلق عليها اسم عروس القرآن. سورة الرحمن. سورة الرحمن، برافو برافو. سورة، شفت أسرع جواب، اللي جاوب الأولى ذاك هو. يلا، سورة الرحمن هي عروس القرآن. جمعوا يديكم، فوالا، يلا. كم مرة ذكرت التوراة في القرآن الكريم؟ ثلاث مرات. شحال؟ ثلاث مرات. لا لا، أكثر شوية. كم من مرة ذكرت التوراة في القرآن؟ خمس مرات. لا لا، أكثر أكثر أكثر. 12 مرة. أقل شوية. 10. أكثر. 11. أكثر. 20. أقل، اللي قلت لك من 20. 18. 18 مرة ذكرت التوراة. ليش تحكي من عيني؟ قبل السؤال تاعو، قبل الجواب، بدأنا من 10 ورا، 10 11 12. معليش، ليش تحكي؟ ما حبيتش تقبل السؤال الجواب تاعك. معليش، ذكرت التوراة في القرآن الكريم 18 مرة، على من أنزلت التوراة؟ موسى عليه السلام. موسى عليه السلام، برافو برافو برافو. دركا نروحوا لفقرة تاريخ جغرافيا وعلوم.
اضغط على الزر بسرعة. في 5 ماي 1931 تأسست جمعية مهمة في الجزائر، ما اسمها؟ جمعية علماء المسلمين. برافو 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 برافو. تأسست جمعية العلماء المسلمين في 5 ماي 1931، أين؟ في أي مدينة؟ هذا موش في السؤال، على كل حال الثقافة العامة فقط. أسست هنا في الجزائر العاصمة سلطينة؟ لا لا، في الجزائر العاصمة. أسست الجمعية في الجزائر العاصمة، هي حقيقة الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس من مواليد مدينة قسنطينة، ولكن لما أرادوا إنشاء هذا الجمعية، جمعية العلماء المسلمين، كانت هنا في نادي الترقي بالجزائر العاصمة، وين تلقوا كل العلماء وكامل، وأسسوا هذه الجمعية اللي نعتز بها، هي جمعية العلماء المسلمين. يا أخي أحبائي برافو. نادى ابن باديس إلى مطلب، ما هو؟ طلب العلم. هو طلب العلم حقيقة. جمعية العلماء المسلمين دارت مدارس ودارت وحاربت الخرافات وكامل، حقيقة كان عندها العلم، ولكن بماذا طالب المستعمر؟ يعني طالب هو جاء في وقت الاستعمار. بالسلام. لا لا بالاستغلال. لا باش باش نقول نسقموا حاجة اسمها التهدي. إصلاح. بالإصلاح. برافو 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 برافو. إذا العلامة عبد الحميد بن باديس نادى نادى بالإصلاح أحبائي، الإصلاح. يلا أذكر دولتين عربيتين لها حدود مع الجزائر. دولة تونس والمغرب. والمغرب. برافو برافو برافو. كاين دول أخرى اللي هي ليبيا، موريتانيا، الصحراء الغربية، بالضبط، مالي والنيجر. لا لا، مالي والنيجر ماهيش دول عربية. أنا قلت لكم أذكر دولتين عربيتين. يلا دركا نروحوا لفقرة الجزائر أنا. اضغط على الزر بسرعة. في الجزائر أصبحت دركا عندنا 58 ولاية، كنا 48 منذ 2020، أصبحت 58 ولاية في الجزائر، 10 ولايات جديدة. يا أخي كاين ولاية جديدة واسمها برج باجي مختار. برج باجي مختار كانت تابعة لأي ولاية قبل ما تصبح ولاية؟ برج باجي مختار. مسقط. لا لا، في الصحراء. في الصحراء، أقصى الصحراء. أدرار. أدرار. برافو 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 برافو. أدرار. إذا برج باجي مختار كانت تابعة لأدرار. برج باجي مختار على بالكم تبعد عن أدرار 1200 كيلومتر، يعني شوفوا العناء اللي كان عند الناس لما يحبوا يتنقلوا لمقر الولاية، ولا شوفوا واش خفف عليهم أنها أصبحت ولاية، خفف عليهم عناء كبير 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 جدا، أصبحت ولاية. إذا تهانينا تهانينا لسكان برج باجي مختار، كنا وعدناهم بلي نزوروهم، مازال ما زرناهمش، ولكن الوعد قائم وإن شاء الله حنزوركم في أقرب وقت بربي إن شاء الله. إذا كانت تابعة لولاية أدرار، الولاية الجميلة، ولاية العلم، ولاية الدين، ولاية العلم. أدرار فيها علماء بزاف، فيها حتى ناسها من يعني الناس مضيافين، ناس يرحبوا بالضيف، يرحبوا كي تروح لتما ما تحس روحك كاع غريب. يعني مدينة أدرار جميلة 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 جدا جدا جدا. كان عمو يزيد زارها ورحبوا بنا بزاف بزاف بزاف. في أي ولاية تقع مدينة العطاف؟ مدينة العطاف. عين دفلة. برافو 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 برافو. جميل جميل محمد، جميل محمد. إذا ولاية عين دفلة هي اللي تابعة لها مدينة العطاف. مدينة العطاف الجميلة جميلة، ناسها كذلك، مدينة العطاف ضيفها ما يبات برا، يعني المدينة من أروع ما يكون، جميلة جميلة جدا. بأي مدن تمر سلسلة جبال البابور؟ بأي مدن تمر سلسلة جبلية اللي هي جبال البابور؟ تسمعوا بها؟ تيزوزو. لا لا لا، تمر تيزوزو، جبال جرجرة هي اللي تمر تيزوزو. جبال البابور تسمعوا بها البابور؟ كي يكونوا رايحين للصيف وكامل، شتو محطة البابور؟ شتو على طريق السيار بزاف الناس يشوفوها محطة البابور، هي نسبة لجبال البابور. إذا جبال البابور تمني قلت لكم مدينة دركا. سطيف. سطيف زيد. سطيف جاتكم. قسنطينة. لا لا ما تلحقش لقسنطينة. سطيف. بويرة. لا لا، فيهاش بويرة.
كاين ولايه قدام سطيف قبل منها غير بشويه وسمع، وكاين وحده مباشره كاين زوج قبل سطيف وكاين وحده مباشره بعد سطيف. الطرف؟ لا لا الطرف بعيد، الطرف في غسل الشرق. يلا وسمع اللي قبل برج برج بوريريج. برج بوريريج. شكون اللي قال لي سطيف؟ انت اللي قلت لي سطيف، انت قلت لي برج بوريريج. زيد عطونا ولايه تمر منهم سلسله جبال البابور. مور سطيف واش كاين مباشره؟ مدينه ساحليه فيها البحر. مور سطيف تويرا هنا برك ماهيش ولايه. يلا ماشي بويرا، تحب تقول بويرا برك؟ لا لا ماهيش بويرا، كاين ولايه مباشره بعد سطيف، كاين برج بوريريج سطيف ومن بعد مدينه ساحليه وين يروحوا الناس للبحر. واش تعرفوا الشواطئ وين الناس يروحوا؟ نقول لك انا رايح هنا وعطله المكان الفلاني يروحوا لها بزاف. جيجل. اذا جبال بابور يمر على جيجل. زيد يلا زيد لي مدينه اخرى تاخذ انت النقطه. يلا مدينه ساحليه اخرى ثاني يروحوا لها البحر. بجاية. برافو برافو برافو. اذا محمد ريان اعطي له النقطه لانه كانت عنده عطانا اكثر مدن. اذا جبال البابور يمروا من مدينه برج بوريريج بجاية سطيف وجيجل. جميل 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 جدا. اذا الجزائر فيها سلاسل جبليه جميله جدا. جبال البابور من اروع ما يكون، تكون فايت هكذا على الطريق برج بوريريج سطيف وكامل تكون تشوفها هكذا، جميله جميله جدا. توفي العقيد لطفي في جبل. هذا الجبل وين جاي؟ اي ولايه؟ لا في الصحراء. هذا الجبل جاي في الصحراء. لا ماشي الوادي، في الغرب الجنوب الغربي تندوف شويه فوقها تندوف. يلا تبدا بالباء تيك تاك. بن عكنون وليدي في الصحراء. هذه قلت خلاص. جميل 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 جميل. معليش ولكن هذه الولايه جايه في الصحراء فوق مدينه تندوف، جايه في الجنوب الغربي، ولايه كبيره معروفه. تبدا بالباء. با 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 با, با. بشار. معليش محمد ريان اعطي له نقطة. توفي العقيد لطفي وهو رجع من تونس، رجعوا على الجنوب الجزائري، رجعوا على مدينة بشار تما اللي لقاو كمين القوات العدو العدوان الفرنسي دارت لهم كمين، وتوفى في معركة دامية تما العقيد لطفي رحمه الله اللي كان عمود من أعمدة ثورة التحرير. أحبائي يا أخي برافو 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 برافو. إذا ما نخليكمش تروحوا يديكم فارغين. إذا ضياء الدين 8 نقاط ومحمد 7 نقاط. تحب لي بازل؟ نحبه. تحب لي بازل؟ إذا هذا البازل يهديه لك عمو يزيد. شكرا. بعد كي تبني صور روحك معاه وبعثه لنا يا أخي. إذا البازل مع مجلة عمو يزيد، هذا العدد الثاني من مجلة، إن شاء الله تستفاد به، وريه لأصدقائك حدا إن شاء الله يشوفوه. أيوا فوالا برافو برافو. وليدي محمد تعرف مسابقة أرسم جمال بلادي؟ أرسم جمال بلادي هذه مسابقة دايرها عمو يزيد على مستوى الوطن. هذا كراس رسم نحبوك ترسم لنا فيه أجمل الرسومات وتبعتهم لنا باش ننشروهم على الصفحة كذلك. وهذا ميني بازل تاع عمو يزيد، فيه 3 تاع لي بازل داخل، ان شاء الله تستفاد بهم. تحب لي بازل ثاني؟ فوالا ان شاء الله تستفاد بهم. هايلك وليدي برافو برافو. انا ضياء الدين عبد الله الحرسي، جيت من مدينه الدواوده. اشكر قناه عمو يزيد على هذه الاستضافه، واشكر طاقم الفريق على هذه الحصه. اسمي شمايل محمد رايان، جيت من مدينه فوكا. أشكر عمو يزيد على هذه الاستضافة، وأشكر طاقم عمو يزيد على هذه الحصة.
وانا مابقى لي الا نقول لكم استناونا في الاسبوع المقبل نهار الاحد على 6 تاع العشيه دائما دائما وابدا حصه اسرع جواب حصتكم اللي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في كل مره نطلع عليكم بمعلومات جديده. اذا استودعكم الله، وانتم احبائي اللي حبيتوا تشاركوا معنا في هذه الحصه الجميله ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت تاع مويازيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا، ولا تبعثوا لنا رساله على الخاص عبر موقع عمويازيد تي في، ولا عبر صفحه الفيسبوك ولا حساب الانستغرام عمويازيد تي في. سلام. بالإجابة سارع، كن مختلفا وبارع، واخذ من صاحبك الآن الفرصة. كن منتبها وسامع، لعبا وعلما نافع، اضغط على الزر بسرعة.